أول في بعض الأحيان إلى 4-3-3 وضغط المرة دي من متعب يا متعب لسه الضغط الشبابي ولسه المحاولة لكن ألفارو حسين القحطاني يرجع حسين ولكن فواز يلعب الكرة عند جوانكا مع الكرة جوانكا وسع جوانكا خطير 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 ولكن في رحمن غريب 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 لعب الكرة حلوة رونالدو رونالدو لتاليسكا حسان والمرة دي لمسة في الجانب الأيسر إلى البرازيلي جوستافو عرضية في خطورة كارلوس جونيور قبل كريستيانو يحط راسه ويطلعها لخارج الملعب عدت الكرة عدت المحاولة علي الحسن هنا الخطورة الإبعاد مرة تانية هو سانتيمي بكتي ما شاء الله عليه مدافع صلب من المدافعين القادمون بسرعة الصاروخ في كرة القدم تمريرة طويلة من ألفارو إلى كريستيانو استلم الكرة كريستيانو كريستيانو وحسان واحد لواحد راية مرفوعة تسلل على صاروخ ماديرا ضربة حرة غير مباشرة لسلطان الغنامي اللي مشاه سريع لعلي الحسن علي الحسن عدى 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 علي الحسن طولت من أمامه والباطن اتلعبت الكورة هنا التمرير لجوستافو عرضية عالية محاولة عند تاليسكا عدت من أمامه رونالدو مرة لغريب غريب غريب مرة ثانية جوستافو مرت بعرض الملعب وإلى خارج ليسكا هي الكورة إلى واحدة عالية عند رونالدو الضغط مرة ثانية وهنا المحاولة كارلوس جونيور وإلى ركنية رونالدو كريم في اللقطة اللي فاتت رونالدو كريم مع تاليسكا في اللقطة اللي فاتت بص رونالدو بص رونالدو بص رونالدو قال له خد يا ابو الصحاب ولكن حسان تنبكتي ما شاء الله عليه ما شاء الله أعلى مدافع سعودي حاليا هو حسان تنبكتي لكن رونالدو لكن شوف قراءة حسان في اللقطة اللي في غريب يلعب الركنية العالية عالية نزلت نزلت تاليسكا يحاول ولكن جوانكا يطلع كسلان كونان اتلعب اللمسة على الأرض المتعب الحربي متعب 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 يسدد متعب والمرة دي روسي يطلعها إلى ضربة ركنية حلوة ومبغتة من متعب الحربي في اللقطة الماضية عدت المرة دي هنا الخطورة لسانتي مينا ولكن هنا تاليسكا لسانتي مينا يسدد وتاليسكا مرة ثانية يطلعها لخارج الملعب وإلى رمي التماس أندرسون تاليسكا ومطالبة بلمسة يد الآن من لاعب الشباب دانييل أورساتو أورساتو ركلة جزاء للشباب الشباب أم أرجنتين النصر جوانكا وراسي راح لها روسي لكن الشبكة عايزة كورة جوانكا الشبكة عايزة كورة جوانكا والشباب يتقدم بالهدف الأول عن طريق كريستيان إيجوانكا 1-0 في الدقيقة 24 يتقدم الشباب على النصر من علامة الجزاء كريستيان إيجوانكا رحلة روسي وكان قريبا منها ولكن تسديدة إيجوانكا سكنت على يمين دانييلي روسي 1-0 هنا ليشتعل الديربي 1-0 شوف التسديدة وبص روسي اللي راح لها ولكنها ذهبت في المرمى الشبكة عايزة كورة جوانكا اللي يحطها في المرمى روسي يعني عمل اللي عليه وراح لها شوف روسي لكن التسديدة كانت مع الكورة يمرر الكورة ألفارو لمسة إلى رونالدو لمسة حلوة من رونالدو إلى الخيبري على الأرض إلى تاليسكا تاليسكا والضغط من حسين القحطاني لكن سلطان الغنام رجعت الكرة من جديد سلامات سلامات مين اللي وقع على أرض الملعب رونالدو سلامات يا رونالدو ألف سلامة على كريستيانو رونالدو اللي وقع على أرضية الملعب بسيطة إن شاء الله يا أبو جونيور بإذن الله بسيطة يا أبو جونيور شوف هنا كريستيانو وبعد ما لعب أياجو أم كمل عليه أياجو سانتوس كمل عليه سلامات لكريستيانو اللي بنشوفه يعني في أغلب الصور وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هنا في جميع أنحاء المملكة في الرياض كان في الدرعية من فترة والحفاوة اللي تاليسكا تاليسكا إلى كرة أمامية حسان تنبكتي قفل على رونالدو هنا يصفر هنا تمر 32 دقيقة هنا في الأول بارك رونالدو 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 ولكن تخبط في أقدام الضربة غريب حكم المباراة بيلعب إلى كونا أوه يا رونالدو أوه يا رونالدو على الحد أوه يا رونالدو على الحد
في العرض والى ضريح لجوانكا اتقطعت. رونالدو استلم الدفعه من اياجو، حكم المباراه بيصفر ويقول خطا ضربه حره. شوف رونالدو انتشارا وتحركا ونقلات للكرات على الارض. هنا اللمسه من بانيجا الى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس ازاي. الثاني يا لعيب، لسه ما كملتش كلمتي، لسه ما كملتش كلمتي، قلت لك لعيبة وسط الملعب بيلاقوا بعض، عاملين جيب كبير، والشباب عز، والعز للشباب يا جوانكا. صاروخ من كريستيان جوانكا اللي يسجل الهدف الثاني، ثاني اهدافه في المباراة وثاني اهداف الشباب. كريستيان جوانكا يا جوزيا مورينو ويا دينكو يا إليتشيتش. بانيكا إكوانكا، ثم بعد ذلك الكرة من سانتي مينا. شوف هنا اللمسة من إكوانكا إلى بانيكا إلى إكوانكا، بص هنا سانتي مينا وهو واقع، هوب صاروخ على يسار روتسي، ثاني أهداف في المباراة. روعة يا إكوانكا، لعيب يا إكوانكا، هدف ثاني مستحق للشباب. 2-0 وصل سبور يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسه للحسن لدانيسكا. النصر 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 عن طريق دانيسكا يقلص الفارق، والهدف الاول للنصر. دانيسكا هو اللي يسجل الهدف الاول لتشتعل المباراه. 2-1 دانيسكا يا لعيب، دانيسكا يا لعيب. بص وهو مدي ظهره عارف هيحط الكرة فين. تاليسكا يا لعيب في الدقيقة 44، النصر يفر يقلص الفارق إلى 2-1 أمام الشباب. الكرة جوستافو يلعب واحدة عالية، وهنا بقى فواز سكور مع رونالدو، وإلى ضربة مرمى بقرار من حكم المباراة دانييلي أورساتو. شوط أول مثير. كلمة الآن للزميل العزيز عبد العزيز البكر والزملاء في الاستوديو التحليلي. عبد العزيز تفضل، الكلمة لك. Is it going to be relentless pressure on Shabab's back line? Oh, it's almost in and it is in! 50 minutes gone and Khabib levels it up for the home side. Just as I was saying, Al Nassr are probably going to just apply pressure throughout this second half. And look what it means. Khabib has not only equalized here, but he's kept the title dreams alive. Nobody picked him up there in the middle. I don't think he thought he was ever going to get the ball. Controlled it with his right foot, a lovely turn. Al Hassan with the delivery and the turn and shot from Gharib. And it's the Saudi Pro League. Al Nassr have come from two goals down. Ronaldo's in and there could be a third, and it is Ronaldo. They've turned this game around and it's the skipper. Who else with the third goal? And Al Nassr have not given up on this title. What a turnaround this is from the home side. With 40 minutes gone, they were down and out, 2-0 down to Al-Shabaab. And here we are, as we just come up to the hour mark, and they have turned it around. Ronaldo picks the ball up here, cuts inside, sees the far corner. What a finish that is. Shrugs off one challenge. Goes round Iago. Kim floundering to get to that. The eyes from Ronaldo. He knew exactly where he wanted to put that. The South Korean dived but could only see it go past him. And Ronaldo does it again. Goodness me. রেডি দিছস? হ্যাঁ দে, শুরু আমি তো আগে একবার কথা বলে বলি।
কথা কইলি কো ওয়াও এটা কি কবুতর এটা হচ্ছে যে আপনার নকশির মধ্যে বাংলা কবুতর